أهلا بكم. الصورة خيام، والمشهد والحكاية مزيد من الآلام، وفي كل خيمة حكاية أخرى، وإن تعددت الحكايات أكثر فأكثر فلا يعني ذلك تكرارها، ولكن عند كل قصة وعند كل حكاية يوجد معاناة جديدة. هذه المعاناة هذه المرة للحاجة أم إبراهيم والحاجة التي كانت معها، سيروون لنا تفاصيل مروعة كيف تنزح حاجة وتهرب تحت وطأة النيران والقصف وإطلاق النار المستمر في الاقتحام الأخير لمدينة خان يونس. تفاصيل أكثر مع الحاجة أم إبراهيم. كيف حالك؟ الله يسلمك، الله يعطيك الصحة يا رب، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. حكيتي لنا تفاصيل كثير خالته قبل ما نبدا تصوير، مش عارفه بصراحه من وين نبدا، فحترك الموضوع إليك. تفضلي، من وين حابه تبدي؟ كيف بدا الموضوع معاكم لما نزحته؟ من ناحيه ايش اول إشي؟ لما نزحته تحت اطلاق النار، لما من اول يوم قصدك؟ لما الاحتلال هجموا عليكم بالدبابات من شارع الطينه لما انفاتوا. احنا كنا بالصدفه كان عندي ضيوف وقاعدين بنتحدث معاهم وقاعدين في الخيمه، الا ما شفت غير العالم تشرد ايش في ايش في ايش في، قالوا الحقوا في يهود هيهم بخبطوا فينا. الحين احنا كنا قاعدين، انا مره بقدرش اقعد على الارض، بقعد وين؟ على التخت او على كرسي. من اللي شفت الرصاص نزلت على الارض، وبنتي كانت جنبي ونيمتها وصاروا يصرخوا، واللي معانا الضيوف صاروا يصرخوا يصرخوا ايش يا ام تعال يا محمد، يا ام تعال يا نسعى يا نسمهان، يا ام تعالوا ناموا 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 كلهم على الارض، جيراننا تطلع من على الباب كلنا على الارض. هيك كنا عاملين. الحين قالوا استنوا شويه، الحين شفنا خف، طلعنا وين؟ نزلنا على البحر. الى ما نزلنا على البحر انا شلت انا كرسي، وابني شال لي شنطتي تاعت الملابس وشنطة العلاج، أهم حاجة هذه شنطة العلاج. أنا ما دورت على إشي، قلت شنطة علاجي جبتها، قال لي الحين وصلنا النص هناك. إلا مشينا، أنا ما بقدر أمشي وزني فوق 120 كيلو، إلا نزلنا مشينا، إلا والطخ برضو علينا. امشي يما، شان ابني مسكني من إيدي، يما استنى، كل ما أمشي كم من متر أحط الكرسي وأقيم الكرسي وأمشي. قلت له يا أحمد روح لما يصير فيك إشي، روح أنا، بس خليني أنا بهمش، روح. وبناتي وخواتي بيجروا وعيطوا. الحين أحمد قال لي مستحيل أنا أسيبك، مستحيل، إلا رجلي على رجلك. الحين ضلينا نمشي، أقول له يما مطول لوقت إيش يما؟ قال لي امشي كم من خطوة وحط الكرسي وأقوم. امشي ماشي، اطلع الاقي لك اللي بكروسه، اللي بعكازين، اللي بتقول لي تلاقيني شفتي بنتي، شفتي ابني، شفت، اقول لهم ما شفتش. امشي ضلينا من العصر لقدام يمكن المغرب واحنا بنمشي. لما وصلنا قلت له وين بدك تودي لي؟ قال لي في ناس انا بدي احطك عندهم شويه بس. قلت له طب ليش انت بدك تحطني عندهم؟ قال لي تعالي بدي احطك بس هيك بدي اريحك. قلت له في عندهم اهم حاجه يا ماما، تخت وكرسي فرنجي، انا بقدرش. قال لي بس يلا. مشينا وطلعت كمان، طلعت على طلعه في الرمل لفوق بين الخيام، والله وحطنا وين؟ عند واحده اخته عمته لجوزي. كله هذا كان تحت الطخ والقذائف. الحين حطني، الا صرت الحين لو وصلت صرت اعيط على طول، حسي ما صدقتش حالي اني عايشه، ما صدقتش حالي. انا مهما احكي ومهما اقول فيش زي ما الموقف اللي عانينا فيه وشفناه. كان في ناس كتير بيجروا وبينزحوا معاك؟ يوما في ناس كل الناس طلعت من الخيم، ما ضلش ولا حد لا صغير ولا كبير. اللي شايل غازها، اللي شايل طنجرتها، اللي شايل فرشاتها لاولادها، اللي شايل كروسه ابنها، اللي شايل اولاد اثنين في حضنه، كتير عانينا في هذا اللحظة. شو اللي كان ساير يا خالته؟ شو اللي خلاكم تهربوا؟ احنا اللي خلانا قالوا بدهم يخشوا. هانا لما قالوا هو بس يعني لساعتين ثلاثة، احنا وش يدرينا ساعتين ولا ثلاثة؟ ما شفنا غير الطخ صار يطخوا، هانا شردنا احنا الثلاثة. كلكم كنتوا مدنيين وناس عاديين ما كانش لا لا كنا شردنا شردنا اهلين.
والله وطلعنا والله وصلت الا الولد سابني يا اختي. وين الولد؟ وين الولد؟ لقيته شوفي فوق المعاناه وفوق اللي صار راجع جايب ناسين هويانا. راح جاب هويانا بقول له ولك انت برع. قال لي يما جبت الهوى. الله يسامحك يما يا احمد ايش بقول لك عقلك يسو. والله والحين ما كنتش بدك اياه يرجع. لا لا خايفة عليه. قلت له سيبني وروح. قلت له سيبني وروح انا بدي امشي يا احمد لحالي. ضليت ضليت يما رحت رحت. المهم تطمن عليه. بدي اطمن عليها. في بعد الولد هو اللي قايم فيا الحين بشيلني وبحطني بوديني وهو يعني اللي وين ما بدي بطلعني وبجيبني. الله يا ربي يعطي الصحة لكل الناس. يا ربنا يخلي لك اياه ان شاء الله. في معنا هنا كمان خالته عارفين على حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. انا ام محمود ابو سمرة سميرة عبد الكريم ابو سمرة. حياك الله خالته ام محمود. كنت معاها مع خالته ام ابراهيم لحظة مسار الحدث. لا كيف كان؟ كنتش معاها. زي ما تقولي كل واحدة في بيتها. أنا لكن كنت في نفس المنطقة يعني نزحته في نفس الوقت. أنت جنب خيمتها بس ما قدرناش نوصل لبعض. إيش اللي صار معاكم؟ لأنه كان إطلاق نار شديد. أنا أعوذ بالله من كلمة أنا مرأة عاملة مشروع بسيط بعمل معجنات ويوم تعب علي وعمري 67 سنة ومريضة قلب وبشتغل على أساس أن نوفر أنا وجوزي وبنتي وابني لقمة العيش اللي ناكلها. صار العصر عمال بدنا نعمل لنا لقمة ناكلها إلا ما فطننا على جيراننا اللي جنبنا من الشقة هذيك جايين بنات صغار ومرقات علينا الخيمة على طول. بقولهم إيش اللي صار إيش اللي صار؟ لو إن النار بتقدح قدح رصاص ورا بعضه ورا بعضه. إلا وجوزي بيصرخ علي انبطحوا انبطحوا. والبنت بتصرخ اللي جت من برا وانبطحنا في الخيمة. ضلينا بيجي أكتر من 10 دقايق وإحنا مبطوحين ورامي ورا بعضه ورا بعضه. عودت قلت ما فيش فايدة زي ما جربنا في القرآن يوم يفر المرء من أبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تأوي ومن في الأرض جميعا ثم يهويه. أخذت حالي وطلعت معايا شنطة الدواء. أنا مريضة قلب أخذتها وطلعت. لما طلعت طلعت ناحية البحر على الشط. ضليت نجري لحالي لا أخذت بنتي يعني بنتي معوقة بتسمعش لو سيبتها لحالها مش هتعرفني وين رحت. سيبت بنتي وجوزي وابني مضطرة طبعا مضطرة لأني مريضة قلب وبقدرش أمشي كتير وبقدرش أشيل فيدي. ممنوع أشيل أكتر من كيلو فيدي لأني 3 دعامات في قلبي. شو صار معك وانت ماشية وشاردة مقص؟ لا مشيت ضليتني ماشية مع الشط والناس بتمشي وأنا بمشي معاهم. أول مرة من يوم ما جينا على المنطقة هذه بس بنزل الشط لأني بقدرش أمشي في البرص. فروحت وين سلكت الطريق؟ سلكت الطريق من المي على المي. حطيت رجلي في المي على أساس أني ما غطوسش رجلي في المي. وضليتني أمشي أمشي لقتني واحدة من بنات بنتي. بنات بنتي لقتني بنت صغيرة عمرها 5 سنوات. وين تولين؟ قالت لن مش لاقي ماما ومش لاقي حدا يا تيتا. قلت لها تعالي يا تيتا. أخذتها في يدي وضلينا نمشي والولد ورايا يفرق في حاله. وين راحت أمي؟ وين راحت أمي؟ دوروا لي على أمي. هذه أمي مريضة ما بقدرش أسيبها. ويجري مع الشط يجري. يمكن لما ولا حدا كان فيكم بيعرف أي حاجة عن التاني. الكل صار يعني ولا واحد بيعرف عن واحد حاجة. وإلا لما لقيت البنت هذه وبعد يمكن نص ساعة أو ساعة إلا وطخ على البحر انبطحوا انبطحوا. قلت للبنت انبطحي يا ستي يلا نامي على الشط. ونام أنا وياها على الشط. ولما لقيناها هدي شوي ضلينا مواصلين الطريق. بس أنت مريضة يا خالته يعني كنت مريضة وكل هذا الإشي. قسم بالله من دانا عن حالي كيف مشيت. قسم بالله للحين بقول كيف مشيت مسافة 2 كيلو لأطباء بلا حدود. 2 كيلو على الشط الرمل تقيل على الشط وأنا مريضة قلب. ولو أن الولد لقيني يما يا حبيبتي وين رحتي يما. قلت له يما وين أبوك وأختك؟ قال بعرفش أنا بجري بدور عليك يما خايف عليك يصير فيك إشي. قلت له يما أنا بخير. المهم أجا الولد حمل عني شنطة الدواء ورحت. ضليتني أمشي أمشي وبعد أطباء بلا حدود لو أنه موصلني لناس يعني بنعرفهم. الحمد لله على سلامتكم. الله يكون في عونكم. أرجع لك خالته أم إبراهيم.
التفاصيل الصعبة اللي حكيتي لنا إياها والمؤلمة صراحة، ووجودكم هنا في هذه الخيمة، لكن الأصل بيتك، وكيف كان؟ إيش هالابتسامة؟ ساكنة في القرارة، بيتي في القرارة في حي أبو لحية، بيتي 180 متر، 3 طوابق، ما في بيت، ما في بيت. راح ما ببكي أنا على البيت، ببكي على الذكريات اللي في البيت، بس ما ببكي على البيت. أنا من يوم ما طلعت من البيت للآن ما رجعتلوش، من يوم ما صارت الحرب ما رجعت، لأني ما أنا قادر أرجع، معي هزة على صدري، معي أزمة، أنا مريضة الضغط، مريضة السكر، معي خشونة، خايف أروح على البيت يصير فيا حاجة. كتير جيراننا راحوا على بيوتهم وضلوا صبتهم جلطة وضلوا على المطرح. بيعني لك كتير البيت؟ ذكريات، ذكرياتنا الحلوة، ذكريات بناتي وجوزي الله يرحمه، كيف يعني كل خطوة فيه بتذكرنا في الأيام اللي فيه الحلوة. بيتنا حلو، بيتنا ريفي، بيتنا أول ما بتدخلي بتحسي في الأمان. بيتك، بيتك أولادك ولدوا فيه وعشت فيه اللي فيه 35 سنة. ما رحتي ولا مرة ولا شيء؟ لا ما رحت، مش قادر أروح، لا ما رحت وبديش أروح، خلص بديش أروح، خلص هيني أنا هنا الحين. أول ما طلعت، طلعت على القرارة، وبعد ما طلعت من القرارة طلعت على خان يونس. صعب إنه الواحد يفقد بيته يا خالتي. صعب، صعب جدا، صعب جدا. هو البيت اللي مأويكي، لأويكي لبيتك، صعب 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 جدا. ومن البيت اللي بكيتي لما تذكرتي لهذه الخيمة، كيف اختلف الوضع؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله يصبرنا، الله يجعلنا من أجر الصابرين، هو ربنا اللي بيصبرنا مش حد تاني، إن شاء الله ربنا. إحنا عسبحتنا وعصلتنا وعبادتنا وبناجي ربنا، هو الحنان هو المنان، يمن علينا بالخير والسعادة والصبر يا رب، يجعلنا من أجر الصابرين يا رب، الحمد لله. الله يصبركم ويكون في عونكم. خليني أختم. أنا عندك خالته محمود، البيت مش مجرد حيطان ولا فراش، البيت إشي كتير كبير إلكم. البيت اسمه بيت، اسمه مأوى، اسمه ساتر، كان ساترنا إحنا وولادنا. ربيت فيه 9 أنفار، 9 أفراد ربيت فيه، والبركة فيكم إن شاء الله، كل لهيب تمطلعوا من تحت دي حاجة كويسة، وذكريات فيه بتجنن. شو صار فيه البيت يا خالته؟ بتعرفي أنه أخبار شيء؟ طابقين البيت، 150 متر، الطابق الأولاني اللي أنا ساكن فيه نزل في الأرض، والطابق اللي فوق طبعا انطبق زي البسكوتة هيك، ولا قدرنا نطلع منه إبرة في خيط، ولا قدرنا نعمل أي حاجة. وعندي حوش 4 عنبات، كل عنبة فيها من شكل، وهالنعنع والحاجات الكويسة. إيش بدي أذكر لك لما أذكر لك؟ أذكر لك طفولتي ولادي، أذكر لك ولادي وهم بيجروا ورا بعضهم في البيت، بناتي، 6 بنات أنا عندي وثلاث أولاد. إيش أذكر لما أذكر؟ ولا جوزي لما نيجي ونقعد هالقعدة الحلوة برا. رحت قلت لازم أروح، قالوا لي يما ما تروحيش، لا يصير فيك إشي. قلت لهم أنا متعودة نهد لبيت قبل هيك كمان، في 2008 نهد لبيت 3 طوابق. شو عملت لما شفت البيت؟ شو عملت يا بنتي؟ صيحت لما انفقعت، ويطبطوا علي والله ما تضلي ولا دقيقة في الزنة، يلا طلع ارجع على الميناء تاني، وأخذوني غصبين عني وروحت. ما بدك تطلعي كنت، حتى مع انه ركام ما بدك تطلعي. شو بدي اسوي؟ نفسي اشوفه، نفسي اشم ريحته، نفسي اشم ريحته. قلت مشان الله توروني، يمكن بتكذبوا علي، يمكن مش مهدود،
يمكن مش مهدود يما، بالله عليك وتوروني. أنا طلعت من دون ملابس يما، بلكن طلعتوا لي توب ألبسه يما، ولا عباية أحطها على جسمي يما. قالوا لي يما والله ما هو مبين البيت، والله البيت ما هو مبين يما. قلت لهم لا، وروني إياه بعيني عشان أشوف، عشان أصدقكم. أنا مش مصدق. ولما شفت الحقيقة مرة مرة أعلقم أعلقم. جوزي عمره 75 سنة وأنا عمري 67 سنة، وقتاش بدنا نبني بيت زيك؟ وقتاش بدنا نقعد هنعيش ونموت في خيمة؟ هنعيش ونموت في خيمة أنا والبنت المعوقة هذه؟ مش هنقدر نعيش زي ما عشنا قبل. الحمد لله الحمد لله، المهم الحمد لله إن سالمين وأولادنا سالمين، هذه أكبر نعمة من الله. الحمد لله الحمد لله، يجعلنا من عباده الصابرين يا رب. صبر جميل، صبر أيوب يا رب، صبر جميل، صبر أيوب يا رب. كان الله في عونكم، ربنا يصبركم. و يعني ربما وصلت الصورة وحجم هذه المعاناة من هاتين الحاجتين. بدأناها برواية تفاصيل صعبة للنزوح ونحن نختمها، ولكن المعاناة ستبقى مستمرة لديهن بذكريات المنازل التي هدمها الاحتلال، بمعاناة النزوح المستمرة، بهذه الذكريات التي يروينها دوما كلما سنحت الفرصة لذلك. هذه معاناة سيدات قطاع غزة أو جزء من المعاناة، تبدأ بالدموع وتنتهي دوما بالحمد لله. هذه نهاية جولتنا، كنت معكم أنا علا أبو معمر لقناة الجزيرة مباشر، خان يونس، فلسطين.